محمد صلاح أول لاعب عربي يترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا عودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. بات الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أول لاعب عربي يتم ترشيحه للقائمة الأولية للنيل بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك في عامه الخامس على التوالي في إنجاز فريد يدوم باسم هداف الريدز. واختير محمد صلاح قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم بأعوام 18 و19 و20 و21 و22 على التوالي، فيما لم يستطيع أي لاعب عربي آخر الوصول إلى هذا المستوى المرموق في عالم الساحرة المستديرة. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.